بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده مهلبية 3 طبقات، جميلة جدا ومقاديرها بسيطة جدا. يلا بينا حبايبي نشوف المقادير سوا. دي كده حبايبي هنعملها مهلبية. أول حاجة هتبقى طبقة الشوكولاتة، هنحتاج لريتل لبن، وهنحتاج 6 معالق نشا، وهنحتاج نص كوباية كاكاو اللي هو الخام الغامق اللي هو غير محلى بيبقى موجود عند العطار، وهنا هنحتاج 7 معالق سكر يعني 3/4 كوباية. دي كده حبايبي هتبقى أول إيه طبقة. وهنشوف برضو الطبقة التانية. معايا الطبقة التانية هنحتاج برضو لرتل لبن، وهنحتاج 6 معالق نشا، معالق كبيرة، وهنحتاج برضو 7 معالق سكر 3/4 كوباية، وهنحتاج لكيس ايه فانيليا. دي كده حبايبي الايه الطبقة التانية. هنا برضو هنحتاج برضو لاخر طبقة معايا، هنحتاج انا كان عندي يعني 300 جرام مانجا صافي كنت شايلهم في الفريزر طلعته، وضفت عليهم 3 كوبايات مية وضربتهم في الخلاط لحد ما بقى عندي عصير مانجا، هتلاقوه برضو ايه اللي هو تقيل اهوت. فده كده اللي انا هعمل بيه الطبقة الايه الاخيرة من المهلبية. هنا برضو هنحتاج ل7 معالق سكر، وهنا هنحتاج 6 معالق نشا، المعالق الكبيرة برضو. دي كده حبايبي المقادير كده معايا. بس دلوقتي انا اقول لكم برضو على حاجة، في بعض المتابعين عندي في القناة بيقولوا لي حاولي ان انت تختصري في الخطوات عشان ما ناخدش من وقتكم كتير. فانا دلوقتي هحاول اجرب معاكم في الفيديو ده هوت، وبرضو تقولوا لي ايه رأيكم، ما يعني عشان في بعض المشاهدين بيقولوا كده اهوت، ف يعني انا حبيت ان انا اجرب معاكم النهارده. بس لو انتوا حابين اللي انا استمر على كده عادي، هو هيبقى سهل بالنسبه لي انا في التصوير، في قله التصوير اولا هيبقى سهل بالنسبه لي، بس بالنسبه لكم انتم مش هتشوفوا بعض الخطوات لان انا هختصر فيها وهقول لكم بالبق كده بالصوت انا عملت كذا كذا. فانا بحب ان انتم تستفادوا بصراحه، يعني حتى لو رجعتوا للفيديوهات اللي انا بعملها هتلاقوني لا انا بصور لكم يعني معظم الخطوات بصورها لكم ايه عملي. دلوقتي بقى انا هختصر في الخطوات وهنجرب معاكم، ما وتقولوا لي برضو رايكم ايه في الفيديو ده هو، تكتبوا لي تعليقات وتقولوا لي رايكم ايه. هنبدا اول حاجه في المهلبيه اللي هي ديت، هنضيف بقى ايه كل حاجه هنا اهوت كده، هنضيف النشا وهبدا ان انا احط برضو الكاكاو. اللبن عندي انا غالياه وبارد، وهنضيف السكر، كل حاجه بقى كده ايه مع بعضيها. وهبدأ بقى ايه كده بالمضرب، مضرب يدوي، بتقلبيهم بقى ايه مع بعض كده. انا هثبت بس التليفون دلوقتي يا حبايبي، هقلبهم كده بقى، بتقلبيهم مع بعض كده على البارد كلهم مع بعض كده الاول لحد النشا والكاكاو ما يدوب كده مع اللبن. فانا دلوقتي هقلبهم كده كويس، وبعد ما يدوب بقى معايا هعمل ايه، عشان الخطوة دي بقى مش هجيبها، فانا هحطه على النار لمدة يعني 7 دقايق كده ولا حاجة، لحد المهم يعني ايه لحد ما يبدأ اللي هو مع التقليب، طبعا مش بالمضرب بقى. انا دلوقتي ايه هتقلبيه كده على البارد كده الاول لحد النشا ما يدوب بالمضرب. بعد ما احطه على النار هتبدأي اللي انت بتقلبيه بمعلقة خشب لمدة 7 دقايق 8 دقايق مع التقليب المستمر، عشان يعني النشا والكاكاو يعني ما يكلكعش كده معاكي مع اللبن، فلازم تقلبيه باستمرار لحد ما يبدا القوام اللي هو يبقى تقيل كده معاكي، بتبداي اللي انت تطفي عليه. فالخطوه دي بقى انا هعملها ونرجع تاني. كده حبايبي انا كده سويت كده المهلبيه زي ما احنا شايفين، شايفين القوام جميلة جدا.
دلوقتي حبايبي زي ما قلت لكم كده، بتقلبيها تاني، تقلبي فيها على النار لحد ما اول ما تتقل كده معاكي بنفس الشكل كده حبايبي، تبدأي بقى اللي انت ايه بتطفي عليها. هنا بقى انا هعمل طبقات كده منها، واحاول بقى يعني اخلي كل طبقة كده قد التانية. كده حبايبي كده بقى انا هوقف دلوقتي، هكملها كده اهوت. دلوقتي يا حبايبي انا كده حطيت كده طبقة كده في كل كاس كده زي ما احنا شايفين، يعني بتحطي تلت الكاس كده عشان تسيبي التلتين التانيين، يعني هيتحطي فيهم بقى ايه كل تلت كده هتحطي فيهم ايه طبقة. دلوقتي يا حبايبي هسيبهم بقى كده لحد ما تبرد، وبنفس الطريقة كده حبايبي يعني هعمل برضو ايه، احط النشا كده اهوت على اللبن. كده حبايبي وهبدأ برضو اللي انا احط عليه السكر. وهبدأ برضو اللي انا احط عليه الفانيليا. دلوقتي حبايبي هبدأ برضو اللي انا اقلبهم كده اهوت زي ما عملت بقى في الطبقة التانية ايه بالظبط. هقلبهم كده الاول بالمضرب لحد ما ادوب اللبن مع النشا كويس جدا، وبعد كده ارفعه بقى يعني احط الحله بقى على النار، وبعد كده بقى هبدا ان انا اقلب كده بالمعلقه لحد ما القوام يبقى تقيل ايه معايا. نفس النظام بالظبط زي ما عملت في ديت، وبعد كده هنرجع تاني ونشوف مع بعض حبايبي، ونشوف مع بعض بقى ايه الطبقه اللي لما اجي ايه اصبها. كده حبايبي انا عملت كده المهلبية الحليب كده اهوت اللي هي الطبقة التانية، شايفين شكله حبايبي بيبقى القوام كده اهوت ايه زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اصبها كده قبل ما تبرد. هعمل كده اهوت حبايبي في كل يعني في كل كاس كده اهوت احط ايه طبقة. طبعا هي المهلبية مهلبية الشوكولاتة بردت في المعبلة انا معبلت التانية. كده هسيب بقى شويه اللي فوق دولت احط فيهم ايه الطبقه الاخيره كده اهوت. بس املك الكاس كويس. انا كده حطيت كبشه في كل طبقه كده اهوت، كبشه مليانه زي ما احنا شايفين الطبقات جميلة جدا. دلوقتي بقى انا هكمل بنفس الطريقة كده اهوت ونرجع تاني. كده حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا كده وزعت كده مهلبية الحليب كده اهوت على مهلبية الشوكولاتة، وهسيبها بقى دلوقتي لحد ايه لحد ما يعني ما تتماسك كده شوية، اكون انا بقى جهزت الطبقة الاخيرة اللي هي طبقة مهلبية المانجا. هنا معايا ده كده حبايبي الريتل العصير المانجا، وهبدأ بقى حبايبي اللي انا اضيف عليه النشا. دلوقتي حبايبي هبدأ ان انا اضيف بقى النشا، وهضيف السكر، وهبدأ بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض بالمضرب كده بتقلبيهم لحد ايه لحد ما النشا يختلط كده مع العصير، وبعد كده هنرفعه برضو نفس الخطوات بالظبط اللي انا ايه عملتها، بس الاول بتقلبيه كده على البارد الاول عشان النشا يدوق ده، وبعد كده بقى هرفعه على النار يعني لحد بقى ما يعني ما يتماسك كده اهوت، وبعد كده نرجع تاني وهوريكم برضو ايه شكله. وما تبطليش بقى تقليب فيه على النار، علشان دلوقتي هتقلبيه بس بالمضرب عشان ايه النشا يدوب مع العصير. لما تحطيه بقى على النار هتقلبيه بقى بالمعلقه، ومش هتوقفي تقليب لحد يعني مده مش هياخد معاكي يعني وقت 7 دقايق 8 دقايق لحد القوام ما يبقى تقيل كده معاكي. وبعد كده هنبدا بقى مع بعض كده نشوف شكله ونوزعه بقى على الطبقات اللي انا عملتها.
كده حبايبي كده المهلبية كده طبقة الحليب كده مسكت نفسها زي ما احنا شايفين. وانا هنا كده خلصت خلاص المهلبية المانجا اهي حبايبي، ده كده شكلها شايفين القوام بتاعها جميل جدا. كده بقى هبدأ ان انا اصبها على يعني الطبقة الاخيرة كده اهو. كده حبايبي شايفين هبدأ بقى ان انا اوزعها. باينة معاكي كده حبايبي، هكمل كده بنفس الطريقة شايفين جميلة ازاي. كده حبايبي انا كده خلصت خلاص الطبقة الأخيرة كده من المهلبية كده وزعتها اللي هي مهلبية المانجا. وده كده حبايبي شكلها شايفين الشكل جميل ازاي. طبعا هي مش محتاجة بقى ايه يعني مش محتاجة تزيين، ولا انا كده حاسبها زي ما هي يعني، ولا حزاين بقى بشر ولا زبيب ولا اي حاجة ولا مكسرات. انا يعني عاجبني شكلها كده اهوت من غير اي حاجة، لان هي كده يعني الطبقات اللي انا عاملاها من المهلبية عطيه لها شكل جميل جدا. فانتوا بقى لو حابين اللي انتوا يعني تزينوها ده حاجة بقى ترجع لكم. ما اتمنى حبايبي ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي، يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مرة فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم وتستفادوا منها يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش حبايبي بقى اللايك والشير كده اهوت، عشان ده بيفرق معانا كتير جدا، بيخلي الفيديو يوصل لأكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان غيركم كمان حبايبي يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.